سأقوم الآن بطرح نبذة مختصرة عن رواد وعلماء الجودة، فهم كثر ولا يمكن حصرهم في محاضرة واحدة، ولكن سأقوم بعرض لأهم هؤلاء المجددين وبعض إسهاماتهم العلمية. هناك المهندس جينيتشي تاغوتشي، وهو ياباني الجنسية، له عدة نظريات مهمة مثل نويز فاكتورز، والتي تساهم في تطوير وتحسين بعض خصائص منتجك إما بتعظيمها أو بتحجيمها عبر التلاعب بمعدل القيمة في رسم الجرس وتقليص التذبذب حول معدل القيمة. كما قام الدكتور تاغوتشي بتطوير نظرية لوس فانكشن، والتي أثبتت أن النزوح البسيط عن المواصفات سيؤدي لخسائر مادية تراكمية، وهذا عكس التفكير السائد حينها. تايتشي أونو، تحدثنا سابقا في المحاضرة الثانية عن أونو، حيث يعتبر هو الأب الروحي ومطور نظام تويوتا التصنيعي تويوتا برودكشن سيستم، بالإضافة لتطويره لنظام الكامبان، وهو حجر أساس نظام السحب أو البول أو ما يعرف بجست إن تايم. بالإضافة لذلك قام أونو بتحديد أنواع المهدر السبعة في العملية التصنيعية والمعروفة بمودا. كايورو إيشيكاوا، وهو بروفيسور جامعي في اليابان، قام بتطوير حلقات الجودة أو Quality Circles، كما طور رسم السبب والتأثير Cause and Effect Diagram، أو ما يطلق عليه البعض رسم عظمة السمكة Fishbone Diagram. فمعرفة العوامل المؤثرة في العمليات يجعلنا قادرين على التحكم فيها، وبذلك نطور مخرجات عبر حل المشكلة من جذورها. شينغو شينغو، مهندس صناعي، قام بأعمال جبارة في قطاع الصناعة باليابان، وكانت أحدى أكبر إسهاماته هي تطوير نظام سميد أو Single Minute Exchange of Dice، والذي ساهم في تقليص وقت التنقل بين صناعة منتجين مختلفين على نفس الآلة. بالإضافة إلى ذلك قام شينغو بتطوير نظام بوكيوكي أو Mistake Proofing، الهادف لتقليص المنتجات المعامة عبر تجنبها من الأساس. وتخليدا لذكراه، توجد جائزة كبيرة جدا باسمه تحوز عليه الشركات التي تطبق مبادئ التصنيع الرشيق وتحافظ على معاييره فتصل لمستوى فاعلية عالي. نورياكي كانو، وهو صاحب نظرية كانو الشهيرة والهادفة لإسعاد العميل عبر فهم احتياجاته الحقيقية ومحاولة تخطيها وإبهاره بما تقدم الشركة من منتجات وخدمات. فهم المحاور الثلاثة التي طرحها كانو يساعد الشركات في تطوير منتجاتها وخدماتها لبناء علاقة وثيقة مع العميل والمحافظة على ولائه للمنتج والشركة. وولتر شيوارت، فيزيائي، مهندس وإحصائي أمريكي، ويعتبر هو الأب الروحي للتحكم في الجودة عبر التحليل الإحصائي، كما أنه مطور رسم التحكم Control Chart، وبذلك استطاع العالم مراقبة أداء العمليات والتحكم فيها لحصد نتائج اقتصادية. بالإضافة لذلك قام شيوارت بتطوير حلقة التطوير المستمر PDSA Plan Do Study Act. جوزيف يوران، من أعظم علماء الجودة في العصر الحديث، حيث أضاف البعد البشري لعملية التحكم في الجودة، فنشأ مبدأ الإدارة الكلية للجودة Total Quality Management TQM. سافر لليابان لنشر منهجه في الجودة ولقي قبولا كبيرا. حرص يوران أن يتم التخطيط للجودة في مرحلة تصميم المنتج عبر فهم احتياجات العميل
بالإضافة إلى مراقبة أداء المنتج بعد طرحه في الأسواق لاستمرار عملية التطوير. Started with working in manufacturing companies when the Japanese made the revolution. It made a lot of trouble for the American companies, and they were slow in making a response, and then they started to make a response. And then it became clear that at first quality was thought of as applying to factories, manufacturing goods, narrow viewpoint. Then we had an expansion, which we today call Big Q. Big Q quality applies not just to manufacture, it applies to service industries, all industries, even the very large service industries, government, education, health, enormous industries. And we're seeing a lot of application. Now we're seeing the beginning of still another expansion of the concept, and then it applies to life. Life itself. Protecting the environment, improving the quality of life of people. And this is not yet, this is not yet fully organized. Of course, it means that it merges quality with all other activities. We have to generalize that. And the companies insist on this. They don't want a separate activity for quality. They want quality to be managing for quality to be a part of managing the business. The business plan, which starts with what are the goals. It should include quality goals and so on. So there's a convergence. I think what has happened is that the companies, in creating a counter-revolution in quality to neutralize the Japanese revolution, have accepted the methodologies which they find are applicable to other parts of their business. And this is not yet fully understood by the companies, but some of the leading thinkers are aware of this. And it may mean that in the next couple of decades, what we have learned about how to manage for quality will be fed back into how to manage for generally. دبليو إدواردز ديمينغ من أبرز علماء الجودة في العصر الحديث. انتقل لليابان بعد الحرب العالمية الثانية لمساعدتهم في نهضتهم الصناعية عبر نقل أفكاره في إدارة الجودة وشرح العلاقة بين أساليب الإدارة القديمة وتأثيرها على الجودة. ديمينغ كان مهتم بمبدأ جودة المعرفة وأهمية تدويرها داخل المنشأة ووضع نظريات لذلك. يضاف إلى ذلك حرص ديمينغ على ضرورة فهم سيكولوجية الموظف لمعرفة كيف يتصرف تحت ظروف معينة، وبذلك يمكننا استغلال هذه الطاقة البشرية في صالح المنشأة والعمل. كان ديمينغ يصر دائما على أن الشركة هي عبارة عن نظام، متى تعاملت مع جزء منه تأثرت بقية الأجزاء، وبذلك يجب أن تكون أفعالنا وتصرفاتنا مدروسة كي لا نطور جزء من النظام ونضر بآخر. وأخيرا، فقد وضع ديمينغ 14 مبدأ إداريا تساعد الشركات على تبني أسلوب جديد وفعال للخروج من الأزمات. Cost. You can capture the market with better quality and lower price. It'll help you to stay in business, provide jobs, more jobs. All very simple. One has to know how to produce quality, what quality is, what the ultimate aim
and quality goes all the way through an organization. Can be no better than the top, no better than the intent of the top people. Point number five is continual improvement of processes. Finding what's wrong is not improvement of the process. If there were a fire here in this building, and somehow we put it out, that does not improve the building. That's not improvement. That's putting out fires. People, it's very important to understand the difference between putting out fires, plugging leaks, and improvement of processes. One company I asked, what do you do about these problems? Well, we run it down to the bitter end. And, even if we have to go to Brazil to find what happened there, we find it out. It sounds great. That's a path toward destruction because they're not studying the system. They're managing outcomes, managing defects, instead of looking at the system that produced the defects. Point number six is training and retraining of management and of people. It's no good to tell somebody to do something when he does not understand why. You could not even, you could tell me to wash that table. I would not know what to do if you don't tell me why, what you're going to use it for. If you're going to eat off of it, it's clean enough now. You could use it for some chemical purposes. Not at all. Everybody has a customer in any organization, be it a laundry, bank, newspaper, manufacturing, education, no matter what. To do my work, I need to know who's going to use it? Whom am I working for? In an organization, who's my customer? Why am I here? What am I doing? And the customer, the next stage, must work with the preceding stage. Somebody put it so well, an anonymous contribution in one of my seminars. This I can do for you. Here's what you could do for me. Isn't that nice? Point number seven is improvement of leadership, which we commonly call supervision. I think that it should be called leadership. Leading people to help them to do a better job, be it in management or on the factory floor. Supervision should be replaced by leadership. There's no secret, once again, about what leadership is, what leadership must do is to help people. Point 13 is self-improvement, program of self-improvement, education, improvement in other ways, helping people to live better, education in whatever one's fancy might take him into, history, music, archaeology, anything whatever. Keep people's minds developing. Education need not be connected with the work. Maybe better if it's not. But point number six is training and retraining for the job. Point number 13 is elevating people's minds. No organization can survive with just good people. They need people that are improving. And the problem is people at the top. In any profession, the good ones are hard to find. Help people to be good ones. But the education need not be connected with the work. Keep people's minds moving. بذلك أحبابي نقول قد انتهينا من الجزء الخاص برواد الجودة وعلمائها. ويجب التنويه بأن القائمة تحتوي على الكثير والكثير. ولكن الوقت لا يتسع لذكرهم كلهم. في الجزء القادم من المحاضرة سأقوم بشرح حلقتي تطوير الجودة PDCA و DMI.